والمزيد مشاهدينا ينضم إلينا من الخليل أحمد شديد، خبير والعلاقات الدولية والباحث في الشؤون الإسرائيلية. مرحبا بك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. يعني احتجاجات متصاعدة في إسرائيل، دعوات بعمل انتخابات مبكرة وسط خلافات ائتلافية، هل ستسقط حكومة نتنياهو؟ تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. الواقع في إسرائيل اليوم هناك أشبه بحرب بين الكل وعلى الكل. الحرب الدائرة حقيقة ما بين الموالاة والمولاء، المعارضة والمعارضة والمعارضة والمولاة. فانطلاقة بيني جانتس ودعوته إلى انتخابات مبكرة في شهر أكتوبر القادم هي حقيقة جاءت بعد أيام من استقالة الوزير جدعون ساعر ودعوته لإجراء انتخابات في يناير القادم، وبالتالي هناك صراع على السلطة حقيقة في إسرائيل، وهذا ليس سرا على المواطن، والمواطن في إسرائيل يعي تماما بأن حكومة الاحتلال وعلى وجه الخصوص بنيامين نتنياهو لا يعني يولي أهمية للدم اليهودي كما يقال في إسرائيل اليوم، إن كان ذلك من خلال فقدان الأمن في الضفة الغربية والشمال الفلسطيني والجنوب، وإضافة إلى مسألة الأسرى الذين مع مضي 6 أشهر على الحرب ما زال أكثر من 130 أسيرا إن كانوا أحياء أو أموات في قبضة المقاومة الفلسطينية. وبالتالي الصراع الآن على السلطة أعاد إلى الأذهان الحرب التي كانت تدور دائما ما بين الحزبين التقليديين، حزب الليكود وحزب العمل قبل أكثر من 30 عاما، على مدى 40 عاما سادت هذه الأجواء. اليوم في حقيقة الأمر بأن التظاهرات هي عامل ضغط وعامل دعم للحكومة، عامل ضغط على اعتبار بأن بنيامين نتنياهو يعي تماما أن حالة اللا استقرار وحالة اللا أمن الداخلية التي إن كانت في بئر السبع أو تل أبيب أو القدس التي وصل المتظاهرين بها إلى بيته ومقر إقامته هي تشكل ضغطا نفسيا وعبئا عليه وعلى حكومته، ولكن في نفس الوقت هي داعم بحيث أنه يفرض على أطراف الحكومة الذين هو مختلف معهم وخاصة داخل الليكود وزير الدفاع يوف جالانت، إضافة إلى بيني جالانت الذي يطمح إلى تولي منصب رئاسة الوزراء. بين هذا وذاك دائما حاضر الوزير بن كبير الذي في حال استقالته فإن الحكومة طبعا ستحل. الآن هناك في إسرائيل مزج، في هناك خلط في التظاهرات، وهناك أشبه بجبهة عريضة تتشكل من بين المتدينين الحارديين الذين تنوي الحكومة تجنيدهم، من ذوي الأسرى والمتضامنين معهم، ومن الذين بالأصل هم احتجوا على الإصلاحات الإدارية والقضائية التي. وهنا سأسألك سؤال، من خلال تخصصك وأنت متخصص في الشأن الإسرائيلي، ما الذي يريد المواطن الإسرائيلي؟ يعني أعلم أن المواطن الإسرائيلي جاء إلى إسرائيل لحلم الرفاهية والحياة المنعمة، ما الذي يريد حالياً؟ نعم، تشخيص حضرتك دقيق جدا. الإسرائيلي إنسان مرفه ولا يعمل، القطاع الذي يعمل به هو قطاع الهايتك، الصناعات المتقدمة، التكنولوجيا العالية، إضافة إلى مجالات محددة كالطب والهندسة وما إلى ذلك، وبالتالي هو بالأساس مرفه، وقدم إلى بلاد السمن والعسل كما تقول الروايات التوراتية و منظرين حركة الصهيونية كان جابوتنسكي أو غيره من المنظرين، وبالتالي هو جاء من أجل الرفاهية. الآن ما يعيشه في إسرائيل حقيقة هو حالة من الانهيار الاقتصادي، حالة من الضيق الذي إذا حد ما ممكن القول أن الحواجز التي أنشئت وأن تقطيع عواصف الطرق ما بين المدن والمستوطنات بفعل الاحتياطات الأمنية والوضع الأمني المتردي، إضافة إلى مسألة الأسر، وفي حقيقة الأمر هناك امتداد من النصوص التوراتية ومن عقدة المتسادة دائما حاضرة في ذهنية اليهود بأن والمتسادة حادثة وقع في زمن الرومان، وبالتالي اليهود الآن مسألة إبقاء الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية تشكل عقدة حقيقية، وبالتالي استمرارية إيمانه وتسليمه بالمشروع الصهيوني أصبحت الآن محل جدال في إسرائيل، وأن فكرة الهجرة العكسية ليست مجرد شعارات ترفع أو أقاويل تردد، وإنما هي حقيقة واقع في إسرائيل. تبدأ مطالب المواطن في إسرائيل أولا من استعادة الأمن، ثانيا استعادة الأسرى المحتجزين لدى المقاومة، ثالثا العودة إلى الاقتصاد الذي كان ما قبل 7 أكتوبر، وهذا واضح جدا بأن حكومة الاحتلال عاجزة عن تحقيقه. يوم أمس على سبيل المثال دوت صافرات الإنذار في مدينة عسقلان ومستوطنات جنوب فلسطين المحتلة غلاف قطاع غزة 4 مرات، هذا مؤشر على أن بل دليل قاطع على فشل العمليات العسكرية الإسرائيلية رغم التدمير الذي أحدثته في القطاع
على مدى 6 شهور الماضية، وبالتالي الآن يعود المواطن لاستلام زمام المبادرة ودفة الصراع إذا ما جاز التعبير الداخلي في المجتمع الإسرائيلي من خلال التظاهرات. لذلك على سبيل المثال اليوم هناك دعوات كبيرة وكبيرة جدا للتظاهر يوم غد مع خروج السبت، رغم الفزاعة الإيرانية التي يستخدمها بنيامين نتنياهو مؤسسته الأمنية واسعة الانتشار والتي تحكم قبضتها على الرقابة العسكرية. اليوم في إسرائيل منذ الأمس هناك تهويل كبير للمواطن في إسرائيل من أن إيران على وشك تدمير إسرائيل، وبالتالي المطلوب الانضباط والالتزام وتقيد التعليمات. ومع ذلك هناك دعوات من قبل المنظمين والمنظرين للتظاهرات من أجل الخروج غدا لقناعتهم التامة بأن حكومة نتنياهو أخذت طابع المساوفة وأخذت التسويف أسلوب، إضافة إلى عجزها التام عن تحقيق ما يرنو إليه الإسرائيليون. يعني لو وضعنا في مناظرة كده، ما هي قائمة أولويات بنيامين نتنياهو وحكومته وقائمة أولويات المواطن الإسرائيلي؟ المواطن في إسرائيل ذكرته، أولا الأمن ثم إعادة الأسرى فالاقتصاد. أما بنيامين نتنياهو فهو أولا يريد أن يبقي بنيامين نتنياهو رئيسا للوزراء ويعني رئيسا للحكومة وحكومته. ثانيا حقيقة بنيامين نتنياهو يسعى بشكل غير طبيعي، ولم نعهده على الحكومات السابقة ولا منها، وهي إبقاء المنطقة في حالة تصعيد أمني وتفجير أمني غير مسبوق. لذلك إقدام بنيامين نتنياهو على حادثتين في الأسابيع الأخيرة الماضية في الأسبوعين الأخيرين، مسألة مهاجمة مستشفى الشفاء ومستشفى حمد لاحقا ومستشفى شهداء الأقصى، وإضافة إلى عمليات الاغتيال في القنصلية الإيرانية في دمشق، هي عوامل تصعيد لا تهدف لا إلى تحقيق أهداف أمنية ولا استراتيجية ولا عسكرية. وبالتالي بنيامين نتنياهو يعي تماما أن استمرارية بقائه مرهونة باستمرارية التوتر الأمني والعسكري في المنطقة، لذلك هو يسعى دائما إلى تحصيلها. يعني سأنتقل معك إلى نقطة هامة أيضا أخرى، وهي جرى الحديث عن عزلة إسرائيل، يعني منذ جلسة مجلس الأمن وقرار وقف إطلاق النار وحتى مقتل عمال الإغاثة. ما قيمة هذه العزلة حاليا وتأثيرها على الحرب في غزة؟ يعني في الحقيقة في 3 شهور أو حتى 4 شهور الأولى من الحرب، بعيدا عن التظاهرات التي عمت معظم أرجاء العام العالم، كنا يعني إلى حد ما يعني لا نعطيها تلك الأهمية. ولكن في الشهرين الأخيرين هناك حقيقة تحول كبير في سياسات بعض الدول التي هي بالأساس وفق تصنيف الخارجية الإسرائيلية تصنف أصدقاء. فعلى سبيل المثال لدينا الخط الواصل ما بين كندا والمار في لندن والواصل إلى ألمانيا وهولندا، هناك تحول كبير في سياسات تلك الدول وفي نظرتها إلى إسرائيل وإلى الجرائم التي ترتكبها إسرائيل. لم يتوقع يوما ما، وهذا قرأناه بالتحليلات الصحف إن كان بالجيروزالم بوست أو غيرها، أن توقف بريطانيا شحنات سلاح أو أن تلغي كندا اتفاقيات توزيع سلاح وتزويد إسرائيل بالسلاح. وبالتالي حقيقة بأن التحولات الدولية الآن خاصة مرة أخرى في المعسكر المحسوب على إسرائيل ولإسرائيل كصديق، وهذه التحولات وإن كانت بطيئة إلا أنها في غاية الأهمية. وضحت الفكرة، أشكرك شكرا جزيلا أحمد شديد، خبير العلاقات الدولية والباحث في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتحليل.